رجل في مقبرة النسيم، هذا الرجل أدخل القبر أخوه وسأل الأخ هذا لابن هذا الميت اللي هو عمها الولد، قال أبوك عليه دين، قال لي عليه 300,000 وشف ديانه من أخوياه وشفها الآن ذاك أبو لحية بيضة. فنادى في المقبرة قال أخوي سبقني يا أبو فلان، فأنا طالبك ما على أخوي تنقل في ذمتي وتبرئه ويشهد علي كل اللي حضروا في المقبرة. فالتفت الناس إليه قالوا إما تبرئه ولا انقل الدين، قال إلا الدين في ذمتك يا فلان. فحمل دين أخوه ثم حط اللبن على وخياه أخوه ودمعه مالي لحيته ثم نقبروه وراح يحب راس الدائن، قال الحمد لله اللي ريحت خيي في قبره، لأن الدين يحبس ذمة ونفس المديون ما يحاسب. فقبل ما بين عينيه والناس رجعوا على الأخو يحبوا راسه، يومك شلت عن أخوك. شوف الابن ما قالها لكن اللي قالها أخوه يحس عضيدا في الحياة وعضيدا في بعد الممات. في اللي لا تخرب علاقتك مع أخيك، ما تدري متى تجي الساعة اللي يوقف معك وقفة. والله يا بعضهم في الشرط ممسوك في دين في حقوق، يجون عياله جنبه يسلمون عليه يحبنه لين يقبل أخوه من أول السيب، فمن يوم يشوف أخوه إن كان هم فرجت لينها بيبرك وبيشيل أخيك. أما عيال أخوان عيالك يمكن ظل عنهم خوص ما هي، لكن أخوك وبيفديك ولا يبي أحد يدعو له ولا يشكي ولا يشكره. فتمسك في عرى هالأخ بعد الله واصلح العلاقة واترك عنك. بعضهم حريم خربت بين أخوان، وبعضهم عيالا خربوا بين أخوان، وبعضهم عقار وبلاوي دنيا بين أخوان. يا أخي يكفي أني وياه ساكن رحم أمي، ويكفي أني شارب من حليب شرب منه، ويكفي أن دمها اللي في عروقه دمي، وأن الدم اللي في عروقه